السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بعد ما قلت بقرعة كأس آسيا بأن منتخبنا راح يواجه منتخبات ممكن أنا متفائل فيها أكثر من كون اللعب مع منتخبات عربية، وبإني مبسوط بشكل عام بأن ما راح نواجه أي منتخب عربي بكأس آسيا 2023 بقطر. عدد من الأصدقاء والمتابعين والإخوة اللي دائما يعني بيكتبوا تعليقات جميلة وعم بنرد عليها، بأن أنت لأول مرة ما عم تشرح الأسباب، يعني ما وضحت بشكل عام ليش لازم ما نواجه منتخبات عربية وليش مبسوط بأن ما رح نواجه منتخبات عربية. والشيء اللي وصلني حتى بأن الكادر الفني للمنتخب كمان نوعا ما مبسوط بهاي القرعة، بأن القرعة نوعا ما ممكن تكون أسهل للمنتخب لعدة عوامل رح نشرحها بهذا الفيديو. قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، لما بقول بأن احنا يفضل ما نلعب مع المنتخبات العربية، هذا الموضوع لا يعني بأني خايف من بقية المنتخبات أو بقية المنتخبات ممكن تكون أفضل من منتخبنا. هلا بقية المنتخبات بشكل عام بالوقت الحالي أفضل من منتخبنا من ناحية الاستقرار الفني والإداري والاستقرار حتى من ناحية النتائج، من ناحية الحالة الذهنية والفردية، كل شيء. يعني المنتخبات العربية عم تتفوق، وبنفس الوقت حتى يعني لما بتحكي عن أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية فهذا بعد آخر، يعني هذا موضوع آخر نحن أساساً ما عم نتطرق له، المنتخب السعودي أو منتخب إيران. بس بشكل عام لما بنحكي بأن إذا ما واجهنا منتخب العراق، إذا ما واجهنا منتخب الأردن، منتخب فلسطين، منتخب عمان من التصنيف الثاني عم نحكي، أو التصنيف الثالث على سبيل المثال، يعني التصنيف الثاني ما رح نحكي عن التصنيف الثالث، منتخب الأردن، منتخب عمان، منتخب العراق، الإمارات، لأن بهاي الحالة نحن ممكن نفتقد لعدة عوامل هي بتأثر بشكل أو بآخر على المنتخب. العامل الأول، الجالية العراقية موجودة بقطر بشكل كبير، فأنت بتلعب مع منتخب العراق وكأن المباراة بأرض العراق أو حتى بأرضك يعني، لكن الجمهور راح يكون موجود بشكل كبير. نفس الأمر منتخب عمان، منتخب الإمارات. فبالتالي نحن ولعدة أسباب بسبب الحرب بسوريا قلنا سنوات ما لعبنا على أرضنا، فنحن نفتقد لأهم ميزة هي ميزة الجمهور. فلما بتواجه منتخب مثل أوزبكستان أو أستراليا بشكل أو بآخر الجمهور السوري راح يكون متواجد أكثر من جمهور بقية المنتخبات الموجودة معنا بالمجموعة. أما لما بنواجه منتخبات العربية فموضوع الجمهور راح يكون متساوي أو حتى أحيانا لصالح المنتخب العربي الآخر. يعني هذا عامل مهم جدا أنا بشوفه. في ناس ممكن تقول الجمهور ما بيأثر، الجمهور ما له فائدة، يعني المنتخب ممكن ما يتأثر أو ممكن يكون عامل ضغط على المنتخب. لا، على العكس تماما. نحن لما لعبنا بأندونيسيا كانت دائما الجالية السورية الموجودة بأندونيسيا أكثر من بقية من الجالية القطرية ومن بقية المنتخبات، وكان منتخبنا بالفعل عم بيأدي. حتى بالأردن لما واجهنا الإمارات كان الجمهور موجود، كنا أفضل من منتخب الإمارات وتعادلنا مع المنتخب الإماراتي. فبالتالي أنت ممكن من ناحية الجمهور، من ناحية الحضور الجماهيري للمباريات، المنتخب السوري يكون أفضل من منتخب الهند أو أوزبكستان. يعني بشكل عام منتخب أستراليا شوي بعيد، ممكن تسعى للتعادل مع المنتخب الأسترالي، بس إذا بدنا نحكي عن منتخب أوزبكستان أو منتخب الهند العامل الجماهيري مهم جدا. طيب منروح لعامل آخر، نحن نمتلك لاعبين عم بيلعبوا بالدوريات الخليجية. أنت بتحكي عن عمر السومة أساسا عم بيلعب بقطر، فبالتالي هو معتاد على اللعب بقطر. حتى عمر خريبين عم بيلعب بالإمارات فهو قريب من الأجواء بقطر. محمود المواس سبق ولعب بقطر، أسامة أومري سبق ولعب بقطر، عدد من لعيبة منتخبنا
عم بيلعبوا بقطر سواء سابقا او حتى بالوقت الحالي، او عم بيلعبوا بالدوريات الخليجيه، بالدوري البحريني، بالدوري الاماراتي. فهذا كمان عامل اخر، انت معتاد على الاجواء، انت معتاد على انك تلعب باجواء قطر واجواء الدول الخليجيه. لاعبتنا الغالبيه العظمى سبق ولعبت بهاي الاجواء وعندها هاي الخبره. اذا بتحكي حتى عن محمد عثمان سبق ولعب بقطر مع نادي الخريطيات، فبالتالي هذا كمان عامل لازم نحكي عنه، لازم نقول انه بنتفوق فيه على منتخب اوزبكستان او على منتخب الهند او على منتخب استراليا كمان. يعني لعيبة سوريا عم بيتواجدوا بهاي المنطقة، عم بيلعبوا بهاي المنطقة، وكأن المباراة بشكل او باخر هي بمنطقتك اللي انت عم تلعب فيها. فلازم نحكي عن هذا الموضوع ونكون متفائلين فيه. لما بتحكي عن منتخب العراق، في لعيبة عراقية عم يلعبوا بالدوريات الخليجية، نفس الأمر منتخب الأردن، نفس الأمر منتخب عمان أساساً بالخليج، فمعتادين على الأجواء. لما بتحكي عن أوزبكستان والهند، لا ما نحن معتادين، نحن معتادين أكثر. يعني عامل إيجابي إلنا. العامل الآخر والأهم بأنك أنت قبل بطولة كأس آسيا رح تلعب ببطولة كأس العرب، يعني رح تلعب على نفس الملاعب اللي رح تلعب فيها ببطولة كأس آسيا، رح يكون تحضير مميز للمنتخب السوري. لمنتخبنا رح يلعب ببطولة كأس العرب بنفس الملاعب، بنفس الأماكن، ممكن بنفس الفندق. فبالتالي نحن تقريبا أنت كأنك عم تلعب بنسبة 60-70% على أرضك إذا بتواجه منتخب أوزبكستان، الهند وأستراليا، على عكس هالمنتخبات اللي بعيدة جغرافيا، ما أنا قريبة حتى من اللاعبين، ما عم بيلعبوا بهالدوريات. فليش لا، يعني ليش ما لازم نتفائل بهالعوامل الموجودة، ببطولة كأس العرب، بتواجد اللاعبين السوريين بدول الخليج، بموضوع الحضور الجماهيري، كل هاي عوامل بتميزنا عن الثلاث منتخبات. هلأ إذا أنت أبدا ما أنك متفائل وحاسس بأن أوزبكستان والهند وأستراليا راح يكتسحونا يعني ببطولة كأس آسيا، فهذا أمر آخر. لكن أنا بشوفه من عامل آخر، من معيار آخر، واللي هو بأن نحن إذا واجهنا منتخبات عربية راح تكون الأمور أصعب، لأن ما راح يميزنا شيء عن هالمنتخبات العربية، ما راح نتميز عن أي شيء، بالعكس نحن متراجعين أكثر وأكثر. فإذا في عامل مميز للمنتخب لازم نحكي عن هذا العامل المميز لحتى ما نتحجج بعدين. يعني لما بتشوفني مثلا بعد بطولة كأس آسيا، لا سمح الله إذا خرجنا من دور المجموعات وما كنا جيدين، راح احكي بان انا بيوم الايام قلت بان هذا العامل مميز كمان. ما فيك تتحجج بموضوع عدم الحضور الجماهيري او عدم المساندة الجماهيرية، ما فيك تتحجج بان انت مانك منسجم على الاجواء بقطر، ما فيك تتحجج بانك انت ما كنت مبسوط بالاجواء وكانت الاجواء غريبة، لا على العكس تماما. فهذا الامر نحن بهذا الفيديو بناخده كنوع من نحن هاي الحجة ملغية تماما. نحن عم بنواجه منتخبات بعيدة جغرافيا عن قطر، نحن عم بنواجه منتخبات هي أساسا ما عندها لاعبين أو ممكن لاعب أو لاعبين سبق وتواجدوا بالدوري القطري، فبالتالي عم نتميز عن هالمنتخبات. يعني هذا الأمر لازم ناخده معنا الاعتبار لحتى مستقبلا ما نلاقي فيه حديث عن عدم مساندة جماهيري، ما نلاقي فيه حديث عن عدم انسجام مع الأجواء. يعني كل هالأمور ما بحب فيها أنه نتحجج فيها. ممكن نحكي عن أداء فني، ممكن نحكي عن أداء فردي، ممكن نحكي عن أمور أخرى، لكن إلا موضوع الأجواء لازم نكون متفائل فيها لما بنواجه منتخبات غير عربية. لما بنواجه منتخبات عربية فالكفة بتصير متساوية، وأحيانا بعض المنتخبات كفتها بتكون أعلى. أنا بصراحة حبيت هاي المجموعة أكثر من كون أنه نلعب حتى مع منتخب عمان أو حتى مع منتخب العراق. بهاي البطولات بيتفوقوا علينا بشكل أو بآخر، عندهم تجارب أفضل من تجارب منتخبنا. المنتخب العراقي محقق بطولة كأس آسيا، المنتخب العراقي غالباً بيوصل للدور ربع النهائي أو النصف نهائي، منتخب سلطنة عمان عنده تاريخ كمان جيد، يعني بيتأهل من دور المجموعات ببعض الأحيان، منتخب البحرين، منتخب الأردن عندهم تاريخ جيد ببطولات كأس آسيا. لكن لما بتحكي عن منتخب الهند بحياته ما تأهل من دور المجموعات. لما بتحكي عن منتخب أوزبكستان، أين عم منتخب جيد لكن ما عنده هالتاريخ القوي ببطولات كأس آسيا إنه عم بيحقق الألقاب. ممكن يحقق لقب
كأس آسيا للشباب، نحن كمان حققنا لقب كأس آسيا للشباب، لكن ما عنده هذا التاريخ الفظيع بالوصول إلى المباريات النهائية أو بالدور نصف النهائي، تاريخه جدا عادي بالمقارنة مع بقية المنتخبات العربية. لما بتحكي عن السعودية، لما بتحكي عن قطر حامل اللقب، لما بتحكي عن الإمارات سبق وحقق لقب بطولة كأس آسيا، عنده التاريخ حتى أفضل من تاريخ أوزبكستان. منتخب أوزبكستان ببطولات كأس آسيا ما عم بيأدي المستويات الخارقة الرائعة المميزة اللي بتخليك أساسا تخاف. أنا مو موضوع الخوف، أنا عندي لاعبين بمنتخب سوريا من لاعيبة موجودين بالدوريات الخليجية وحتى لاعيبة من الدوري السوري، لاعيبة من المغتربين عندهم الإمكانيات للفوز على منتخب أوزبكستان، فما بدي نتحجج بأمور أساسا غير موجودة. منتخب أوزبكستان نحترم هذا المنتخب، لكن بنفس الوقت لازم نكون يعني عدنا هذا النوع من التفاؤل انه ممكن نعمل شيء ببطولة كأس آسيا بهيك نوعية من المجموعات. بتمنى يعجبكم الفيديو، تكونوا بصحة وخير وسلامة.